اهلا وسهلا فيكم بأرسون بوز. في ناس كتير بتقول انه انا ما بدي اسأل وما بدي استفسر وما بدي اتعلم لحتى الناس ما تقول عني انه انا غبي، انه انا ما بفهم، انه انا ما بعرف. هذا مع احترامي لك هو عبارة عن الايجو اللي انا عم تحكي بالنيابة عنك. انت موجود بهاي الحياة لحتى تتعلم، لحتى تتطور ولحتى تزيد، وبطريقك بدك تاخد كل شيء حواليك تطوره وتحسنه وتخليه افضل. لما بتقول انه انا ما بدي اتعلم، فانت بتكون عم تنفذ طلب الانا تبعك، انه انا بخاف يحكوا علي، بخاف. انت بتكون عم تحط رأي الناس وفكرة الناس عنك في مقام الربوبية، انه هن المتحكمين فيك، انه ما بخاف يقولوا عني يقولوا عنك. يعني سوت كرسي في الكلوب، مثل ما حبايبنا المصريين بيقولوا كرسي في الكلوب. شو معناته كرسي في الكلوب؟ كرسي يعني كرسي في الكلوب، في اللمبة، يعني ما بعرف. جوجلت ويوتيوبت، اسألوا انه شو معناته كرسي في الكلوب وبتعرفوها. طيب انا بدي اتعلم، ما بيهمني الناس بيقول عني غبي، ما تقول عني غبي، تقول عني انت ما بتفهم، انت ما ايه، قول عني مرة ما بفهم وما بعرف، بس لما بتعلم بلا مؤاخذة بعلمك وبعلم 10 مثلك. نصيحتي لك انه انت ما تاخد كلام الناس وما تاخد كلام الانا تبعك كإله، تحطه بمقام الالوهية، بمقام الربوبية، انه انا خايف من هذا الشيء. ابدا ما تحط سقف لقابليتك للتعلم. انت بدك تضل تتعلم مثل ما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: اطلب العلم من المهدي الى اللحد. من وانت صغير بتتعلم لوقت ما لاخر يوم بحياتك بتضل تتعلم. هذا فرض، هذا فرض عين عليك. انتبه انت يا مسلم بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للبشر عموما، فرض عين عليك انه انت تضل تتعلم وتضل تصير اليوم احسن من امس وبكرة احسن من اليوم. هذا فرض عين عليك. اذا قصرت فيه بتكون عم تتأثر بواجب مهم كتير من واجباتك كإنسان. انا بتمنى يكون هالفيديو مفيد وممتع لكم، بتمنى تضلوا معنا بفيديوهات تانية لنحكي فيها اكثر عن انت افضل. شكرا لكم.